متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. طبعا هناك ارتفاعات ملحوظة جدا على درجات الحرارة حدثت خلال 24 ساعة القادمة. اليوم كان الطقس في العاصمة الرياض مائل للحرارة في بعض المناطق، تجاوزت درجات حرارة مستويات 30 في بعض مناطق المملكة. ما سنشهده هناك تغييرات جذرية على الحالة الجوية متوقعة خلال تقريبا 48 ساعة المقبلة، سنستعرضها سوية. نبدأها بآخر توقعات درجات الحرارة حسب النموذج الحاسوبية، فكما نلاحظ اندفاع الهواء الساخن باتجاه العاصمة الرياض يبقى اليوم وهذه الليلة بشكل عام، ولكن كما نلاحظ هناك تدفق لكتلة هوائية باردة وهناك جبهة هوائية باردة تعبر بالتدريجيا باتجاه المملكة. هذه الجبهة يتوقع أو الهواء بعد أن يصل إلى المناطق الوسطى والشرقية والشمالية بشكل تام كما نلاحظ مع ساعات صباح يوم السبت، ويستمر بالهبوط ليصل إلى المناطق الجنوبية من المملكة في وقت لاحق من نهار يوم السبت. مقدمة هذا الهواء البارد ستكون على شكل موجة غبارية قد تكون كثيفة في بعض المناطق. هذا ما أيضا تستعرضه خرائط توقعات هبات الرياح التي تشير سوية كما نلاحظ بنشاط كبير في سرعة الرياح متوقع مع ساعات نهار يوم غد الجمعة، عفوا ساعات مساء هذا اليوم الخميس. كما نلاحظ اندفاع هذا الهواء باتجاه المنطقة سيعمل على اندفاع موجة غبارية تصل العاصمة الرياض في ساعات تقريبا يعني ما بعد منتصف هذه الليلة فجر يوم غد الجمعة أو حتى ربما صباح يوم الجمعة، تستوجب المتابعة الميدانية. كما نلاحظ هذه الرياح، كما تلاحظون هذه العاصفة الرملية المتوقع أو موجة الغبارية عفوا نتوقع أن تبدأ بالتحرك تدريجيا لتصل المناطق الشرقية من المملكة العاصمة الرياض وتصل إلى باقي دول الخليج وربما تصل أيضا دولة الإمارات، ولاحقا كما نلاحظ هناك هبوب للمزيد من الرياح خاصة مع ساعات ليلة الجمعة على السبت إلى كافة المناطق الجنوبية الغربية والجنوبية وادي الدواسر الإحساء حتى ربما تصل بعض الأنحاء الغربية للمملكة. موجة غبارية عفوا وليست عاصفة رملية، قد تتشكل عاصفة رملية في وقت لاحق إن شدت سرعة الرياح وتضافرت الجهود، ولكن هذه الموجات الغبارية تكون كثيفة أحيانا ومرفقة بارتفاع نسب الغبار في الأجواء نظرا لأنها تأتي مع الهواء البارد وهو الأكثر يعني ثقلا ويكون بالقرب من سطح الأرض. بالنسبة للحالة الجوية متوقع هذه الليلة في العاصمة يتوقع أن يكون الطقس مغبرا خاصة في ساعات الصباح الباكر ليوم غد الجمعة. درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة 22 درجة مئوية، سنشهد نشاطا لافتا في الرياح. بالنسبة للأحوال الجوية متوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة، فإذا الجمعة أجواء مغبرة 26 نهارا 15 ليلا، تراجع في درجات الحرارة يوم السبت قليلا 25 إلى 15، حتى غدا الجمعة مقارنة مع اليوم هناك تراجع كبير في درجات الحرارة، ويوم الأحد 27 17 مع أجواء تصبح أكثر استقرارا. نستعرض الآن سويا درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا الجمعة والصغرى ليلة الجمعة سبت في مدن ومحافظات المملكة. سنبدأها من الشمال من منطقة عرعر 21 إلى 10 في عفوا في سكاكا 21 إلى 10، كذلك هو في عرعر 21 إلى 10 مع أجواء مغبرة، تبوك من 21 إلى 11 مع أجواء مشمسة. في غرب المملكة تكون في جدة 26 إلى 24، في المدينة المنورة 27 إلى 16، في مكة المكرمة 32 إلى 23، وفي الطائف من 25 إلى 16 درجة مئوية. المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية في أبها 23 إلى 13، في الباحة 19 إلى 12، وفي جازان من 32 إلى 25 درجة مئوية. في المناطق الشرقية في الإحساء 27 إلى 15 مع أجواء متوقع تكون مغبرة، بقايا غبار متوقع في الدمام من 25 إلى 18 أو حتى الأجواء تكون ذات رياح نشطة هناك، في حفر الرباط أيضا من 22 إلى 12 مع أيضا بقايا للموجة الغبارية. في العاصمة أيضا يبقى الطقس مغبرا بعض الشيء 26 إلى 15، في بريدة كذلك أمر من 22 إلى 11، وفي حائل من 18 إلى 7 درجات، ولكن الأجواء أكثر استقرارا. قبل الختام تنبيه هام من مخاطر ارتفاع نسب الغبار في الأجواء هذه الليلة وصباح الغد في مناطق مختلفة من المملكة، كما ينبه الإخوة السائقين بضرورة أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء المسير على الطرقات خاصة الخارجية والتنقل بين المدن والمحافظات بسبب هذه الموجات الغبارية. هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.